من بلد يعاني الألم صنعت الأمل. محمد عصام محو خبير ومدرب للكوادر البشرية ومستشار لرئيس اتحاد الإعلاميين العرب. سافرت محملا بثلاث كلمات أعطتني إياها والدتي لا أنساها ما حييت: يا عصام، ضع الله أمامك، ما كان لك لن يكون لغيرك، والثالثة: لا تنتظر عزك من بشر. سافرت إلى أرض دبي الطيبة كئيبا كأي مسافر بعيد عن أهله، ولكنني وجدت صحيفة مكتوب عليها: مطلوب مذيعين لإحدى القنوات. ذهبت لكي أتقدم للوظيفة، فوجدت أمامي 50 متقدما. تمت تصفيتنا فيما بعد حتى أصبحنا 2، أنا وصبية. قدمنا ما عندنا فأخذت لقاطا أعلى منها بكثير، لكنني رفضت وهي قبلت. ابتسمت ابتسامة المتذكر لكلام أمه: لا تنتظر عزك من بشر. ذهبت إلى مجال التدريب حتى صرت معروفا على المستويين العربي والدولي. يأتي لي اتصال بعد 2 فقط، اتصال وأصفاره كثيرة، وإذ به ذاته مدير تلك المحطة التي رفضتني قبل 2، يقول لي: أريدك أن تدرب المذيعين في محطتي. القناة التي رفضتني قبل 2 دربت مذيعيها الآن. أجل، وهكذا هي كل محطة تفشل فيها تستطيع أن تتجاوزها إن امتلكت الاستعانة بالله والإصرار، ستصل وستنجح، خذها مني.